السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة بيتي أولادي كل حياتي. ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن رز معمر أو صينية رز معمر. أنا هعمله في صينية مش في طاجن. هقول لكم على المقادير. طبعا المقادير بتاعتي أنا نقع كوباية ونص رز في المية السخنة، نقعهم أكتر من نص ساعة في مية مغلية، وهحط قشطة، وهحط سمنه. طبعا السمنه لو هو حسن الاحلى الزبده، بس انا مش متوفر عندي الزبده، فهحط سمنه مش هكتر عشان السمنه ما تبقاش تقيله فيه قوي. وهحط كريمه خفق، وعندي طبعا كيلو ونص لبن على المج ونص. انا بحط على المج كيلو، واللبن محلياه بالسكر، محلياه بالسكر، وحاطه فيه معلقه زبده، معلقه سمنه بردك في اللبن، وطبعا السكر حسب رغبتك. والصينيه مجهزاها، حاطه فيها حبه دهنها بالسمنه. اول حاجه هعملها هحط اهو الرز اللي معايا، هحط دهن الصينيه. حط معلقتين القشطة، وأقلبهم مع الرز كويس. القشطة بتدي للرز المعمر طعم جميل قوي، بتخليه كده ماسك في نفسه مفلفل. حط حتة تاني، سمنه، دي معلقه سمنه كبيره، ممكن انت تكتر لو في زبده انا بحطها حتت، بس انا مش متوفر عندي الزبده، بس انا مش مكتره السمنه عشان انا حاطه قشطه تبقى دسمه، والسمنه دسمه فانا مش عايزاه يبقى تقيل. هعلم في هذا كويس، طبعا انا محليه اللبن، هطلق بقى اللبن عليه، اقلبه كويس. وحط على الوش، هجيب كريمة الخفق، هقلبها كويس، لازم تربيها كده، تربيها، نحطها حبة كده على الوش. وطبعا انا مجهزة الفرن مسخناها كويس، وهوريكم بعد كده لما يطلع. جبت ورقة فويل وهغطي كده الرز كويس عشان يتحمل كويس بالفرن ويستوي كويس. لما تغطيه احسن يستوي يعني وشه. هنبقى نحط الفرن مع بعض ووريكوا بقى احلى رز معمر في الاخر. وده هو الرز بعد ما طلع من الفرن. بص شكل الصينية متحمر ازاي، الوش جميل قوي، والكريمة اللباني مع القشطة مع الزبدة بصراحة ريحته جميلة جدا وتحفة. هقطعه دلوقتي ووريكوا شكله وهو متقطع الخرط. وده هو الرز بعد ما قطعته. بص طلع الخرطة بخرطتها، بس عشان لسه سخن شوية مش ماسك نفسه، والرز مستوي وطعمه جميل بجد وريحته تحفة. ويا رب لو الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش تدوسوا لايك وتعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.